ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل يوم الثلاث 26/7 يوليو تموز 2022. بالنسبة لك النهاردة يا حمل، انت هتبقى نتائجك مختلطة بشكل واضح، هتشعر بالقوة النهاردة لكنها مش هتبقى كافية، ممكن تبقى بتزداد عندك خلافاتك اللي بتبقى بينك وبين شريكك في اليوم ده. كل امور الحب النهاردة لازم تستمتع بيها بشكل دايم في عقلك بدل من انك تتابع كل ده بقلبك. خلاف كل ده هتسيبك شوية أمور مع إحباط كبير، هيبقى في احتمالات كتيرة للمشاكل هتبقى في حياتك الزوجية، تبقى بتثير قدامك صحتك وصحة توأم روحك اللي بتعتبر سيئة أكتر. عندك مخاوف كبيرة، نفقاتك النهاردة ممكن تاخد قفزة كبيرة جدا في اليوم ده، تعتبر لكل الموظفين وكل رجال الأعمال هيبقى في احتمال قوي علشان تحصل على ترقيات. يا حمل خليكم مستنيين، لو كنتوا بتتقاضوا رواتب النهاردة ممكن لرجال الأعمال انهم يحققوا أرباح ضخمة جدا. حاول انك تتصرف بسلام اكتر مع شريكك وما تغضبش من الحاجات الصغيرة. بالنسبة ليك عاطفيا، اليوم بيدق جرس خطر كبير بمجرد انه في طيور الحب هتقع قدامك، لكن للمتزوجين لازم انهم يحترسوا اكتر، ممكن يكون في شبار هيكون ساخن النهاردة مع زوجتك او حبيبتك نتيجة لكل ده بسبب الاختلاف ما بينكم اللي بيكون كبير. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا حمل، ممكن للأشخاص اللي بيشتغلوا انهم يحصلوا على حظهم في اليوم ده، هتحصل على دعم كامل جدا من كل أعضاء فريقك بشكل واضح جدا. بالنسبة ليك صحيا، في اللي بيتعلق بوجهة نظرك الصحية، اليوم مش يوم مبارك بالنسبة ليك يا حمل، هتحتاج انك تتوخى الحذر اكتر في صحتك خاصة مع اللي عندهم أمراض مزمنة. بالنسبة لحركة الكواكب، بيقضي القمر يومه في برج السرطان، هنبحث عن أماكن جديدة وأنشطة مريحة ومألوفة. مع كل ده هيبقى بيصير عندنا عطارد والمريخ في اليوم ده بدمنا بشكل واضح، لازم نبقى بنراقب اتصالاتنا اللي بتعتبر متسرعة، نتخطى من خلالها كل الخطوات. ممكن نلاقي نفسنا النهاردة بسرعة كبيرة في خلاف كبير بما أننا بنتواصل بشكل غير فعال أو حتى بنكون غير صبورين. ممكن نتنافس النهاردة على الكلمة اللي بتخص تعبيراتنا وأفكارنا وآرائنا، هيجعل لنا ده من الصعب أنه يكون في عندنا حوار صحي.